طبعاً. يعني إحنا سامعين الناس، قبل لا أقرأ لكم الخبر، الناس تبوق سيارات، تبوق مصارف، خزنات، بيوت، يعني تبوق مبالغ مالية كلش كبيرة حتى تستفاد. خبرنا اليوم مضحك وغريب، وصارت فيه تعليقات كثيرة، لكن إحنا رح نكتفي إنه إحنا نعلق على هذا الخبر. القبض على مواطن تركي دخل متجر في إسطنبول بمديرية أرناوتكوي. شباق هذا التركي سرق 31 علبة مزيل عرق وفر من المكان. قبضوا عليه وأعادوا المسروقات، وتم إخلاء سبيله بموجب المراقبة القضائية. طبعا أنا أعتقد أنه هذا سوى هاي فعلته بدافع الشهرة، وإلا شنو هسه أنت يعني أنت بايك مزيل عرق، هسه لهم مثلا شاحنة، ثلاث شاحنات حتى تحصل عليها مردود مالي كبير تستفاد إذا بعتها. يعني 31 وحدة يا ظالم النفس، شو تسوي بيها؟ زين عندك معاناة أنت من دا تعاني من جماعة يمك قربك، يعني عندهم ما أعرف، يعني صراحة الخبر غريب ومضحك، لكن أعتقد هو هذا الخبر حتى يشتهر، وفعلا هسه هم لزموه ورجعوا المسروقات واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير طبيعية.